كتير ما كان بينصحنا أصحاب الخبرات بضبط سقف توقعاتنا من كتر ما كانوا بيشوفونا محبطين بسبب عدم جريان الأمور حسب توقعاتنا اللي دايماً بتبقى عالية، بتبقى مليانة براءة وحماس. أكيد اتعشم وخلي عندك أمل في نفسك وفي كل اللي حواليك، لكن لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. في واحدة محبطة من حبيبها، هما بيموتوا في بعض لكن ساعات بتصدر منه تصرفات غير مقصودة أو حتى مقصودة بتجرحها. هي كانت فاكرة إنها أول ما تحب توقعت عدم وجود المشاكل، ودي مش حقيقة. الحب فيه مسؤوليات وبينتج عن المسؤوليات مشاكل. واحد صاحبي محبط إنه أول ما تخرج واشتغل شاف تنافس على لقمة العيش ما كانش متوقعه، فاكر الدنيا تبقى وردي، في تنافس شريف بيشجع على الاجتهاد، وفي تنافس ممتلئ بالخبث والتسلق على أكتاف الآخرين. واحد تالت محبط من نفسه، كان متوقع أول ما يتوب لربنا سبحانه وتعالى يمشي في طريق ربنا من غير ما يغلط تاني أو يضعف قدام فتنة، وده مش حقيقي. السير إلى الله فيه أحداث كتيرة. حتى صاحبنا اللي راح معانا للشيخ وكان حاطط للشيخ نظرة ملائكية، فالشيخ ما كانش حنين عليه زي ما توقع، فنزل وهو محبط. وتتوالى الإحباطات بسبب الارتفاع الدائم لسقف التوقعات. ويجي هنا الشرع الشريف لضبط المسألة دي ما بين زرع الأمل الكبير في الحياة وفي الرزق وفي الصداقة وفي الحب، وما بين توقع وتقبل الخطأ بسبب نقص الحياة. النقص مكتوب على الحياة وموصوف به البشر. ويجي سيدنا الشيخ الشعراوي يقول: من ابتغى صديقا بلا عيب عاش وحيدا، ومن ابتغى زوجة بلا نقص عاش أعزبا، ومن ابتغى حبيبا بلا مشاكل عاش باحثا، ومن ابتغى قريبا كاملا عاش قاطعا للرحم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بل والقرآن كانوا بيعلمونا لا تتوقع الكمال، وإذا حصلت مشاكل ما تبقاش تنسى أن في أيام كانت حلوة، فربك يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. بلاش تتصدم كتير، زي ما شفت حاجات عكس توقعاتك زي ما شفت أيام حلوة. والعيب اللي في شريك الحياة اللي انت شفته فتصدمت ده هيعلمك الصبر، وهيعلمك التأني في مساعدته أنه يتحرر من هذا العيب. وعلى فكرة إن الإنسان يتوقع حاجة ويلاقي أقل منها دي تجربة كلها فوائد، لأن النقص اللي في الحياة بيزرع فيك الكمال. والتنافس على الأرزاق اللي فيه صعوبة وساعات بيبقى فيه خبث من البعض مرهق، بس أنت ده هيعلمك الجد والتطوير المستمر لقدراتك عشان تحافظ على مكانتك، وتحرص على اكتساب خبرات عشان ما تبقاش سهل الخديعة لما تشوف التنافس اللي أنت ما كنتش متوقعه. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: لست بخب، أنا مش خبيث، ولكن لا يخدعني الخب. أنا مش متوقع الملائكية من الناس، فمظبط نفسي كده عشان الخب ما يخدعنيش. وربك يقول لك سبحانه وتعالى أنك لما تبقى مستقيم في طريقه توقع أنك تغلط، والغلط ده لا ينفي استقامتك. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. كأن المستقيم هيغلط، فمن الاستقامة أن تستغفر. وجميلة كانت نظرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر. كان وقتها الأكل قليل جدا والحصار طال، فسيدنا عبد الله بن المغفل كما في صحيح مسلم لقى جراب مليان شحم كده، فأمسكه كده قال: والله لا أعطي منه أحدا اليوم. فبص وراه لقى النبي مبتسم عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي ما قالوش أنت أناني في وسط الحرب، لأنه راعى بشريته، كانوا جعانين جدا، مسك الجراب كده: والله ما أنا مدي حد. فسيدنا النبي راعى هذه البشرية وعلمه بعد كده. لكن النبي بيضبط عندنا سقف التوقعات من البشر بالنظرة اللي كلها تقبل وحنية. وكان بعض السلف لما يروح لمجلس شيخه كان يتصدق ويقول: اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. كأنه عارف أنه رايح لعالم جليل، عالم شريعة، عالم دين، لكنه إنسان. ما تحملوش فوق طاقته ولا تتوقع فيه العصمة. يبقى اضبط سقف توقعاتك عشان ما تتصدمش كتير، وتوقع وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. اللهم يا رب اجبر خاطرنا في أحبابنا، ولا تجعل جراحنا بأيديهم، واملأ حياتنا بالسلام يا رب.